السلام عليكم، معكم طالب بشرى محمد العلبي الصف السادس ألف. هذا الفيديو راح يكون عن المخالط الغير متجانسة والمخالط المتجانسة، وهذا الفيديو بإشراف الأستاذ وحيد يوسف. نبدأ الفيديو. المخالط الغير متجانسة مثل السلطة المتكونة من خيار وبندورة وخس، يمكن فصلها بسهولة. والمخاليط المتجانسة اللي هي مثل الحليب والفراولة، اللي هي متكونة من سكر وحليب وفراولة، ويصعب فصلها جداً.